ومعنا من القدس المحتلة مراسلنا بشار صغير. بشار، كيف هي الأوضاع في القدس وبشكل خاص في الخليل بعد العمليات الأخيرة؟ نعم زميلتي، دعينا نبدأ من آخر التطورات في الخليل. فكما ذكر أصيب 3 إسرائيليين، 1 منهم وصفت إصابته بالمتوسطة فيما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة جراء دهسها من قبل مركبة فلسطينية. قوات الاحتلال أكدت أنها أطلقت النار على هذه المركبة، إلى أن المركبة ورغم إصابتها تمكن سائقها من الفرار. وحتى هذه اللحظة تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عن المركبة الفلسطينية، مع التذكير بأن هذا أيضا يأتي بعد تقريبا ساعتين فقط من استشهاد الشاب الفلسطيني سادي حسن فلوخ 23 عاما في نفس الموقع، أي في مفرق قرية بيت عنون بالخليل، بدعوى محاولته طعن جنود إسرائيليين. وكالعادة تم إعدام الشاب ومنع الهلال الأحمر من الوصول إلى المنطقة أو الوصول إلى الموقع الذي ظل ينزل فيه الشاب، إلى أن نقل إلى جهة غير معلومة من قبل قوات الاحتلال. شكرا جزيلا لك بشار صغير، كنت معنا من القدس.